حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. هذا لازم المدير بتاعك بعث لك سؤال قال لك عاود يجاوب. راني جاوبت. حركة البناء الوطني واضحة كل الموضوع. حركة البناء الوطني واضحة كل الموضوع. ومرشح حركة البناء الوطني بالمواصفات اللي تكلمت عليها أصبح واضحا. ما يحتاج إلى أي غموقات أخرى. وليس هدف حركة البناء الوطني أن تكون حاضرة بفارس من قياداتها. هاني قلت لك أستاذ، ليس هدف حركة البناء الوطني أن تكون حاضرة في الانتخاب الرئاسي المقبل بفارس من فرسانها الذين ينتمون إلى قيادة الحركة، وإنما تكون حاضرة بفارس من فرسان الساحة الوطنية. وليس شرطا أن يكون قيادي أو مناضل في حركة البناء الوطني.